اهلا بكم مرة تانية. المرة دي هنتكلم عن الريموت ادمنستريشن، ازاي اقدر امانج الكونفيجريشن مانجر سيرفر من خلال الجهاز بتاعي، مش مضطر ان انا افتح ريموت ديسكتوب سيشن على السيرفر. لو جيت على الماشين بتاعتي اللي هي الويندوز 8 ماشين، وعملت كونكت للايزو بتاع السيستم سنتر، سيتنج دي في دي، خلينا نجيب جوه سيستم سنتر، نيو فولدر، الكونفيجريشن مانجر، اوبن، اوكي. لو عملت دبل كليك على الايزو بتاعي، هتلاقي عندك هنا انستول كونفيجريشن مانجر كونسول. انت بالشكل ده هتقدر تنزل الكونسول عندك على الماشين بتاعتك اللوكال، مش محتاج تفتح ريموت ديسكتوب سيشن على السيرفر. مجرد انت تقول له نيكست، اسم السيرفر هو ايه؟ stcm01.lab.com. نيكست 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 انستول ببساطة كده. طب لو انا معيش الايزو، او مش صعب ان انا كل شويه هاخد الايزو فايل عشان اعمل سيت اب عند الناس، لو انت دخلت على اس اس ام سيرفر اس بي سي بروجرام فايلز كونفيجريشن مانجر تولز كونسول سيت اب، تقدر تاخد الفولدر ده وتحطه على اي ماشين وتقدر تسطب منه كونسول سيت اب دوت اي اكس اي. نفس الفولدر ده تقدر تشغله من على الشير السايت بتاعتك تولز كونسول سيت اب. لو رجعت هنا لويندوز 8.1 هتلاقي لسه بيكمل سيت اب. خلينا نستنى لغايه ما يخلص سيت اب ونشوف هنقدر نكمل ازاي. كده الانستليشن خلص. لو قلت له فينيش هيبتدي يفتح لي الكونسول، واقدر امانج الكونسول تماما كاني قاعد على السيرفر من خلال الماشين بتاعتي. طب انا عاوز اجيب حبه اضافات للكونسول بتاعي بتسهل عليه عمليه الادمنستريشن. في حاجه اسمها رايت تولز فور كونفيجريشن مانجر. لو انا دخلت على الانترنت وعملت سيرش على ويب سايت رايت كليك تولز، هتوصل لحاجه اسمها شركه اسمها ناو مايكرو بتعمل حاجه اسمها كونفيجر مانجر كليك او الرايت كليك تولز. في نوعين منها، الانتربرايز والفري، كل حاجه ليها فيتشرز اكتر. لو انت قلت له مثلا عاوز الفري، هيقول لك داونلود ناو، هيوديك الويب سايت علشان تسجل فيها بياناتك وتبتدي تعمل داونلود. انا اوريدي عملت داونلود للباكج ديت وجبتها هنا على الماشين بتاعتي. لو انا قلت له رايت كليك تولز، نيكست، اكسبت الاجريمنت، نيكست، انستول، اوكي، فينش. لو انا قفلت الكونسول بتاعي كده وافتحه تاني، وجيت مثلا على انفايت كوليكشن، جيت على اول سيستمز، كليك يمين، هتلاقي انه ناو مايكرو رايت كليك تولز. نعمل تقدر تخليك تعمل اكشنز على الكلاينت، زي الاكشنز اللي هي اللي كانت ديسكفريز، زي الماشين بوليسي اللي انا كنت بضطر اروح اعملها على الكلاينت بذات نفسي. لا، انت من هنا من خلال الكونسول تقدر تقول له والله انا عاوز اعمل الماشين بوليسي ترايفل على كل الاجهزه، فانت ريحت نفسك جدا بدل ما تخش لوك على الجهاز. لا، انت من هنا قلت للاجهزه لا انا هرمي عليكم الاكشنز ديت. عندك كلاينت تولز اون كونكشن، تقدر تريستارت الايجنت، تقدر تشيك الكلاينت هيلث، الكاش بتاع الكلاينت، هنتكلم عن الكاش في حلقه قدام ان شاء الله. تقدر تريبير الكلاينت، انستول الكلاينت، وتقدر تعمل كونسول تولز اون كوليكشن. تقدر مثلا تعمل بينج للكوليكشن تشوف مين الاب منها ومين الداون.
يعني ال successful وال unsuccessful things. تمام، قال لك من الاونلاين ومن الاوفلاين. فالرايت كليك تولز تعتبر اضافه حلوه ليك كادمنستريتور، اللي انت بتسهل عليك الادمن، وتسهل على انت تقدر تعمل اكشنز على الاجهزه بسهوله جدا، زي ما انت ممكن تعمل شوت داون للاجهزه، ممكن تعمل لهم ريستارت، تعمل جروب بوليسي ابديت، تقدر تجيب الانفورميشن بتاعت السيستم بتاعك. كده بشكل سريع شفنا اللي انت تقدر من خلال الكونسول ده، شفنا اللي انت تقدر تنزل الكونسول على ريموت ماشينز، وتقدر تعمل ريموت ادمن على الاجهزه، وشفنا اللي انت تقدر تنزل تول رايت كليك تول تعمل بيها ادمنستريتيف، سهل عليك الادمنستريشن وسهل عليك الادمنستريشن جدا. استنى اكون في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.